السلام عليكم. انا نحب ديما نمشي للطول المواضيع الصحيحه اللي الناس ساعات خايفه منها. هكا قلت مثلا الجيش، ما نحكيش انا على الجيش، وفما الفصل نتاع المجله الجزائريه 92 المس بادبيات الجيش، وهي ماخوذه من الفرنساوي اتانت لا مورال دو لارمي، كل شيء خذيناه من فرنسا مع الاسف. ما يهمش، لكن احنا تعلمنا في الصحافه، وانتم تعرفوا الخبر مقدس والتعليق حر. الخبر منشور، علاقة زيارة محمد الغول قائد قوات أركان البر إلى مصر، واستقبلوا استقبال بتاع رؤساء دول وزربية حمراء وكذا، وكل ملف في تونس في الأخبار الرسمية ولا حتى غير الرسمية، وحتى السوشيال ميديا يخافوا مساكن. يقول تختاني يا خويا، اش مدخلني انا للحفر وتلسعني الحناش؟ ابعد عليا انا، لا ما نخافش، ما نخافش خاطر مع الحق. هما شو نقول لكم، الفريد ادلير اللي هو عالم نفس كبير في فيينا عمل كتاب على العقد النقص، واحد يشعر بنقص او باحتقار الناس ليه حتى ولو احتقار صامت، يتجه اتجاهين، اما يردها عقدة عظمة حتى يمشي خويا لا وكذا وهو مرتب نقص لانه محتقر، او يولي مجرم. انا هنا نحيلكم على جريمة نشرتها انا في نظن نشرها حمزة البلومي في الحقائق الاربعة في وادي الليل. ولد ديما يقولوا له يا فاشل يا فاشل، اخواته ثلاثة بنات ناجحين وامه وابوه، ساعات يا فاشل يا اللي ما عملت شيء. روح لهم مره يمكن مسطول زاده قتلهم، ابوه منع لانه وخر ما روحش، قتل امه واخواته وبعد حطهم في بيت وحرقهم. جاوا يلقوهم معناها جثث مفحمه متفحمه، هذا يسلك طريق الاجرام. انا نبني على هذا سلوك كل انسان معقد او ما نجمش يعمل حاجه لمده سنوات وعشرات السنين، ما نجمش يحقق ما حققوه زملائه في اي ميدان كان، ما نقصدش حد معين، ما في اي ميدان كان، يولي اما يشعر بعقده العظمه واللي يمشي هكا واثق الخطوه يمشي ملكا، ولا وفي نفس الوقت يعمل ديكور هكا بتاع عظمه وهيلمان ومن نقص ولا صوجان في يده، او يسلك سلوك المجرمين والعياذ بالله ويحب يقتل وتتوفر فيه غريزه الدم وغريزه الحرق، واعدائه يردهم جراثيم ويلزم القضاء عليهم بالكيمياوي ويردهم اوباش ويردهم ما همش في منطقه، هو مش داخلين في المنطق نتاعه اللي هو موجود الا في راسه اوهام. هذا الشيء اللي يخوف في المستقبل. والكتاب هذاك اللي صدر في فرنسا تو 40 سنه هذاك، لو كان يتجدد لو يحطوا فيه برشا اخرين جدد، سي مالاتي لو جوفرن، هؤلاء المرضى الذين يحكموننا، ويبداها من هتلر اللي هو فاشل وعقد نتاعه مسكين، ولا نجح في ادب ولا نجح في رسم ولا البث اللي بث العسكري وكذا، وتزعم حزب نازي، وتعرفوا شو وقع بعد الحرب العالميه الثانيه، ماتوا 20 مليون تقريبا، 20 مليون بسبب عقدة نقص نتاع شخص واحد اللي هو أدولف هتلر في ألمانيا. قيس عليه اللي بعده جاء وقدش من مرضى حكمونا واللي حكموا حتى في تونس شيء كبير من الأمراض والعقد وشعور بالنقص، ويوليوا عظماء ويوليوا جلادين ويوليوا قتلة وتتملى الحبوسات وربما يوصلوا يقتلوا. فنكونوا محتاطين نحن يا توانسة، لما نقول لكم الا الصحيح، ما نمشيش هكا بثنايا ملتوية، لا نمشي طول الهدف. والسلام عليكم.